السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ماغي في ديزاد. وصفتنا اليوم راح تكون كريات الثلج. هذه حلوة تجي بنينة بزاف، ودرتها لوحدة زبونة سوغ كوموند. هذه الوصفة اللي درتوها معاش تخطاكم الدار، واحد الحلوة بنينة بزاف بزاف، اتمنى تجربوها. ويلا نبدو معظم المقادير وطريقة التحضير. المقادير راح نحتاج هنا عندي زوز بول تاع الواد كوكو جوز الهند، وعندي البول تاع السكر مش مملوء، انا منحبهاش السكر ياسر، ما عمرتهاش. صافي عمرت زوز تاع الواد كوكو، ودرت نقص زوز صباع تاع السكر. وهنا البيض راح ندير البيض وندير الصفار تاعه، والابيض بعد نخليه للمغانغ. وهنا راح ندير المبشور القارص، وتقدر دير مارفة تاع الفاني. وهنا عندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى. هنا خفت السبيغ، وراح ندير فيه الزوز كيلات تاع جوز الهند. وراح نضيف له نصف ملعقة من خميرة الحلوى. نخلطهم جيدا، وراح ندير الصفار، نخدم الصفار البياض نخليه بعد. راح نضيف السكر، خلطوه مليح. هنا راح نضيف الصفار، هنا بالعقل ديروا الصفار تاع البيض حتى تلم لكم هذيك الواد كوكو تشوفوا. هنا بعد في الاخر نقول لكم شحال درت من حبه تاع الصفار. ندخلوا لازم مليح هك السكر مع الصفر تاع البيض. راح ندير لي زاز تاع القارص او القشور تاع القارص الليمون. وهنا نقعد نزيد الصفار تاع البيض. ديما خدموا باليدين تاعكم باش تعرفوا مليح انا حتى تشوفوها حتى تلمد لكم، كي ديروها كتولي شاده روحها صافي يزيها يكفيها البيض. بصح انا مازلت نزيد، مازلت خاصتها. هنا زدت لها حوالي حبتين صفار تاع البيض. صدقوني هذه الوصفة تجي رائعة، حتى ولادي الزوج تاعي يموتوا عليها. مش كان في العيد ندير لهم، حتى في الأقصي الأيام نديرها لهم.
هذه الخلطة هزت لي حوالي 11 حبة تاع صفار تاع البيض. هني كورتهم، ولازم كي تكوروهم ضغطوا عليها مليح وكوروها باش ما تحلش. هنا راح ندخلها على فرن 180 درجة. حليتها من تحت، احني عندي الفرن فنتيلو. نخلوها مدة 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، تنشف شوية برضو، تخلوش طيب ياسر. هاي هناك شوفوا كاش طابت معنا. راح ندير لها التزيين، راح ندير لها موغانج بياض تاع البيض، وزدت لها رشة تاع الملح، وراح نطلعهم نقطعهم مليح. هنا بعد ما طلع معنا الابيض تاع البيض، راح نضيف السكر بلاص. هنا عندي الكاس يحمل 240 ملي، راح نضيف النص تاع الاول. خلطة مليح. وهنا زد نضيف النصف الثاني كامل كملة. نضربها مليح بالباطير، نضرب مليح. تحصل على هذا القوام. انا حضرت هذه الكريمة مع جوز الهند مات كوكو، راح نغمسها مليح. لازم ديروا مع ديما فرشات باش يهبط هذاك السائل الزايد يهبط. دوروها مليح في نواه كوكو. نوريكم الثانية. اضغطوا عليها مليح باش يلصق هذاك نواه كوكو. قبل بلايص مشمخه عمروا لها مليح نواه كوكو باش يجي منظر تاعها شكل رائع.